بطلة من جملة البطلات الموجودين وسجلوا حضورهم عن جدارة. كرم هنا نستناو فيه على المباشر بعد شوية يكمل النيجيري بعده الجزائري بعده ممكن كرم. خلينا هنا قاعدين نركزوا في الأثناء البطلة شيبة أكيد تعرفها ثريا شيما الرحموني اللي تحصلت على 3 ميداليات ذهبية بالتمام والكمال. ثريا قالت لك مبروك قبل كل شيء شيما، ويعطيك الصحة اللي نورتنا في الاختصاص. عسلامة، نقدم بروحي شيما رحموني بطلة عالمية. البارح تحصلت على 3 ميداليات في بطولة إفريقيا. معلي البارح تحصلت على 3 ميداليات في ركز معايا انا خلي عليه دونك فرحانه برشا بيان سور بالريزلتا اللي عملتها، وبطبيعه نحب نشكر لونترونور نتاعي العربي تراب واسما الرازكي، ونحب نشكر البنات زيد على الميداليات اللي جابوهم يعطيهم الصحه. فما بنات اول مشاركه معناها يعطيهم الصحه وبون شونس للكيب اللي مازال. شيء ما خلينا نفهموا الساعة كان فيها الألعاب الأولمبية ولا مازال فما؟ بالنسبة للكاتيجوري اللي لعبت فيها أنا 64 ماهيش كاليفية للجوز الأولمبيك. واضح باهي، خلينا نفسروا العباد، راهو 3 ميدالية ذهبية مش معناتها لعبة سهلة، مش معناتها راهو متعدي هز ميدالية لقى، راهو فما خدمة، فما تعب كبير، فما عدد كبير، فما منافسة كبيرة، وفما عديد البلدان تقريبا 21 دولة مشاركين في البطولة الإفريقية هذه، دونك فما عمل كبير شيء ما. بطبيعة تعدينا بأربع تربوصات قبل الكومبيتيسيون هذه، حذرنا بالكدا معناها خدمنا على رواحنا والحمد لله الريزلتا اللي حبينا نوصلوا لها وصلنا لها اللي هما 3 ميداليات ذهبية. قلنا كارم بن هنية قعد معايا شيما كارم بن هنية فوالا دونك اجتمعوا مع بعضنا على المباشر. ثريا 180 كيلوغرام المحاولة الأولى لكارم بن هنية. حسب ما سمعنا المدير الفني محمد بن عمر يقول في حال ترفع 180 كيلوغرام في محاولة أولى هذه الوزن اللي اختاره كرم في اختصاص النتر فأنه يفوز منطقيا بطبيعة الحال تقريبا شبه مؤكد أنه يفوز بميدالية ذهبية. خلينا نتابعوا مع بعضنا على المباشر دائما من حال محمد كومونتيلنا البطولة الإفريقية لرفع الأثقال. سي محمد قبيلة مشى يهيئ فيه نفسانيا دونك بعيد علينا شويه ثريا ولا اي شيء ما احنا فوالا قلها شيما شويه والا هو قاعد يشاهد معانا ديجا في استوديو امين وغفران ينجموا كان صوره قريبه لكم شهر جاي بتعمل ميداليه ذهبيه ان شاء الله. فوالا هاو عندكم الكلمه مساج ثريا نقعدوا مع بعض معنا امين هلا لي زيسي بتاع فوالا برافو برافو ممتاز جدا محاولة ناجحة هذا هو المطلوب. إذا 180 كيلوغرام ما شاء الله عليه كرم بن هنية. إذا تقريبا تأكدنا من ميدالية ذهبية إن شاء الله. ميدالية ذهبية ثانية خلينا نوضح راهم 3 ميداليات لأنه ميدالية ذهبية أولى ميدالية في حركة الخطف 146 كيلوغرام وتوا إن شاء الله وميدالية في حركة النتر وعنا المجموعة زادة توا مازالوا له دو إيسي على التوتال. توا زيد فسر لك غفران ومين ثريا أنه اللي تحصل على ميدالية ذهبية وفي الخطف وفي النتر ومن بعد فما ميدالية ذهبية ثالثة اللي هي المجموع نتاع زوز الميداليات دونك منطقيا 3 ميداليات لكرم بن هنية ذهبية. فوالا دونك برافو هذم هما التوانسة هذم هما أبطال في العلالي إن شاء الله وإن شاء الله اللي بقية الكل ميداليات ذهبية. فقط بعد قليل ثريا باش نعطيك كلمه ونرجعوا لانه ضيفنا لهنا رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال بطبيعه الحال السيد محمد الحسن جلود بعد قليل. اسكندر ماذا بينا زاد بحريك سي محمد نعم. بن عمر خاطر صديقتنا بطلتنا غفران بالخير حاضره معنا في الاستوديو حبيت نسالوا شويه معناتها الظروف الصعيبه اللي مرت بها غفران في التربصات هذه خليتها من اوزبكستان باش نحاول نحاولوا قل له راي غفران وثريا حبوا نقول لك علاش ثريا تحكي معنا على البلاتو باهي نستناوك اسكندرا اقعد معنا الاتاب الثانيه بالنسبه لكرم فقط ثريا باش نستناهم بعد شويه لانه اعتقد انه كرم توا باش يطلب 187 كيلوغرام لتحتيم الرقم القياسي الافريقي اعتقد ذلك. اذا كانت تمكنا من انه يكون معنا المدير الفني تو يجي بعدنا حتى كرم زيد قال يلزم يكون في تاطير نفساني موجود بعد كرم ان شاء الله مازال عندهم كرم زيد قبل ما توفى الحصة ان شاء الله يكون نعم. معنا البطل الافريقي ان شاء الله للمره 24 ان شاء الله يكون زيد ايضا كرم بن هنية حاضر معنا ودو ميرسي اللي هما